نعود مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء ونذكر بهذا الخبر الذي بدأنا به هذه الفترة، حيث كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة دولية للإتجار بالبشر. في التفاصيل، في إطار اطلاع هيئة الرقابة الإدارية بدورها في حماية المجتمع من كافة صور الفساد، وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر 2017 بتعديل قانونها وموافقة مجلس النواب، تمكنت الهيئة من الكشف عن شبكة دولية للإتجار في البشر ضمت 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك في أعمال منافية للأداب وجلب مخدر الهيروين وترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب. وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر سيادته قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، وقد صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقر سكنهم وعملهم وأحد الكافتريات المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكنت فجر اليوم عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجاري عرضهم على نيابة الأموال العامة. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورة التي أثير عليها جدل في الفترة الأخيرة. لمزيد مشاهدينا الأعزاء من التفاصيل حول هذا الخبر وماهية هذا الخبر، ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية. سيادة اللواء، نرحب بحضرتك على إكسترا نيوز. وهذه الجريمة من الجرائم العابرة للحدود، برأيك ما أهمية الكشف عن جريمة بهذا الحجم؟ مساء الخير أستاذ همام، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، تهاني قلبية لهيئة الرقابة الإدارية وجهزة المعلومات والأمن في مصر، وتهنئه للشعب المصري على التحرك ده، لان فكره الجرائم العابره للحدود زي ما حضرتك تفضل من شانها مجموعه من المخاطر. اولا ان بيكون صعب الحصول على معلومات فيها وتوثيقها وضبط الخارجين على القانون. ثانيا انها بتضر بالامن القومي، لان الخارجين على القانون هنا بيكونوا بيشكلوا شبكه دوليه، وبالتالي ينتج عن هذه الاعمال الاجراميه مش بس تحصيل اموال، ولكن قد يكون دعم الجماعات الارهابيه بهذه الاموال وشراء اسلحه ليهم. تم رصد مجموعه من التحركات على مستوى العالم في عمليات الاتجار في المخدرات والاتجار في الاعضاء البشريه والاتجار في البشر، انها ما بتقفش عند ان المجرم بيستفيد ماليا، ولكن بتكون هذه الخلايا بتدعم التنظيمات الارهابيه بدعمهم بالاموال. ففكره ان احنا نقدر نظبط ونقطع يعني نقطع باتر هذا التنظيم ده شيء مهم جدا. لا بدايه انا معلش يا دكتور ايهاب، سياده اللواء، نعرف الساده المشاهدين بس معنى شبكه دوليه للاتجار بالبشر، يعني ايه الاتجار بالبشر؟ بالظبط، احنا عندنا لما بنتكلم هنا بنتكلم على فكره الجريمه عبر الحدود، يعني ممكن يكون بيخطط للجريمه شخص في دوله وبيتم استغلال سيده او رجل في دوله اخرى، والجريمه تم تنفيذها في دوله ثالثه، وبالتالي هنا بيبقى ده شبكه دوليه بتقوم بعمليات الاتجار بالبشر، سواء كنا بنتكلم على جريمه الرقيق الابيض اللي هي الدعاره وما اشبه، او بعمليات نقل البضائع المخدره زي ما تم ذكره في تقرير الرقابه الاداريه. بيتم استغلال شخصيات ممكن تكون مش محل شبهه لان هي مواطنين عاديين، ولكن تحت ضغط من قبل المجرمين بيقدروا يمسكوا عليهم امور معينه سواء امور ماديه او امور اخرى، وبيجبروا ان هو يقوم بارتكاب هذه الجريمه، سواء كنا بنتكلم على نقل بضائع او والشيء الاخير اللي ممكن يوصلوا ليه هو فكره الاتجار في البشر او الاتجار في الاعضاء البشريه. كل ده بيشكل خطوره، لان في النهايه احنا بنتكلم على انسان بيقع تحت الاحتياج، او ان هو بيكون انسان مغرر بيه، او انسان مجرم، وفي كل الحالات لازم يتم ضبطه، اما ان هو مش مدرك الخطوره اللي هو بيعملها، وبالتالي هنا احنا بنحميه من الجريمه اللي ممكن يتعرض ليها في المرحله اللي جايه، او ان هو يكون مشترك في الجريمه عن قصد، وبالتالي بيتم محاسبته. بس الملفت للنظر في البيان اللي طالع من هيئه الرقابه الاداريه النهارده، ان ده بيورينا نوع جديد من الجرائم اللي ابتدت الرقابه الاداريه تمتد ليها. بالظبط. خرجت بره فكره ان هي بتراقب الموظف العام الفساد وما شابه وكل ما يتعلق بالاموال العامه، الى انها انتقلت الى مرحله حمايه المجتمع، وده مهم جدا، لان احنا عارفين ان اعباء الملقاة على اجهزه الامن واجهزه المعلومات النهارده بقت كتير وضخمه جدا، ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه التعاون مطلوب، لان زي ما احنا شايفين وكنا بنتكلم دلوقتي على فكره الجريمه عابره الحدود، فاحنا بنتكلم على مجرمين بيتعاونوا على مستوى الدوله او على مستوى العالم، فهنا اصبح على اجهزه الامن انها بتطور من ادواتها وبتطور من الياتها، واللي عنده قدره ان هو يحقق نتيجه بيشتغل عليها وبيشتكي مع الاجهزه الثانيه، وشفنا ده في عمليه الضبط اللي تم
التعاون مع اجهزه الامن في عمليات الطفح. وربما ده كان جزء من التعديل قانون هيئه الرقابه الاداريه اللي ذكر في نص البيان اللي اعلنه السيد رئيس الجمهوريه في اكتوبر 2017 بالظبط، اللي هو امتد عمل الرقابه الاداريه الى ما الى اشياء اخرى او زوايا اخرى بالظبط. حمايه هو بيحمي المجتمع، بيخرج بره دايره ان هو بيراقب اعمال الوظيفه العامه الى ان هو بيحمي المجتمع بصفه عامه، وده مهم، لان احنا في المرحله اللي جايه زي ما بقول لحضرتك احنا محتاجين كل اجهزه المعلومات تتعاون مع بعض. وفي نفس الوقت هنا لازم نوعي المواطنين، خلي بالك لما يكون عندك معلومه زي دي لازم تجري على اي اجهزه من اجهزه المعلومات تديها لها، سواء كنا بنتكلم على رقابه وده سؤالي ده سؤالي يا سياده اللواء، بما ان حضرتك خبير المخاطر الامنيه، كيف يمكن استباق هذه الظواهر الامنيه والجرائم التي لها علاقه بالامن سواء الاتجار بالبشر او غيرها من خلال اجهزه المعلومات في مصر؟ جهاز المعلومات هو جهاز بيجمع المعلومات من بين الخطوط اللي بيشوفها، سواء كنا بنتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال اللي بيصل الى علمه من المعلومات في الشارع. اللي يساعده جدا ان هو يكون عنده المواطنين بيثقوا فيه وبالتالي بيدوا له المعلومه، حتى لو كانت معلومه مش موثقه او معلومه مش مؤكده، ولكن بيدوا المعلومه لصاحب الاختصاص، وهنا صاحب الاختصاص بيبتدي يفحصها، لو لقاها ذو قيمه هيشتغل عليها لان المعلومه ليست ذو جدوى هيركنها. ولكن اللي بيحصل في بعض الاحيان ان المواطن اوقات بيكون سلبي او اوقات بيكون مشغول اكتر من اللازم، وبالتالي ما بيركزش في الحاجات اللي بيشوفها وما بيقدرش يفرزها اذا كانت ممكن تهم اجهزه الامن ولا لا. فعشان كده احنا بنقول لو احنا قدرنا نتحول الى ان احنا نكون كلنا مواطنين شركاء في امن هذا المجتمع، وبالتالي نعلي الحس الامني بتاعنا، ولما يبقى شايف انا اي معلومه ممكن تكون مفيده او لا مش لازم انا اقيمها، انقلها لاجهزه الامن او اجهزه المعلومات وكمل حياتي عادي في شغلي، هم هيقدروا يفرزوا هذه المعلومات من خلال تجميع كبيره من المعلومات اللي بتجيلهم، ويقدر يقول اه ده معلومه هنشتغل عليها او لا ده معلومه هنركنها مش ليست ذو قيمه. فانا بنصح نفسي وبنصح الساده المواطنين ان في الظروف الحرجه اللي احنا فيها ونظرا للتحديات الكثيره اللي موجوده، ان احنا علينا كلنا ان احنا نعلي الحس الامني بتاعنا، وعلينا ان احنا نشارك بالمعلومات بغض النظر هي معلومه صح يعني طبعا لازم تكون صحيحه، ولكن قصدي هل ذو قيمه او لا مش دور ان انا افحصها، دور ناس ثانيه شغلهم والدوله كلفتهم ان هم يفحصوا هذه المعلومات وياخدوا الاجراءات الجديه قبلها. وكانت نتيجه ده زي ما احنا شايفين ادي النهارده في قضيه كويسه، في ضربه استباقيه لاجهزه الامن امبارح، تم ضبط او تم القضاء على اكثر من 12 ارهابي في الصعيد. دي كلها تيجي من خلال تعاون المواطنين بالمعلومات، وكل ما قدرنا نتعاون مع بعض كل ما كانت الفتره اللي جايه ان شاء الله نقدر نامنها بسرعه. دكتور ايهاب، ذكر ايضا في البيان انه جلب المخدر هيروين وعدد من المواد المخدرة من تركيا والهند، هل يكون هناك تنسيق بين مصر وبين هذه الدول التي تأتي منها المواد المخدرة؟ في بعض الأحيان بيكون في تنسيق، وفي في اجتماعات دولية وفي مؤتمرات دولية بيتم فيها لقاء المسؤولين عن أجهزة المخدرات في الدول كلها، سواء كنا بنتكلم على المستوى الإقليمي أو الدولي. ومعرفش في القضيه دي بالذات حصل فيه تعاون ولا لا، ولكن اللي يهمنا هنا ان احنا نقول لشبابنا ان المخدرات اللي بتيجي دي اصبحت شديده الخطوره على الصحه العقليه للانسان، التاثير بتاعها ما عادش زي ما كنا بنسمع زمان على واحد بيشرب حاجه وبعدين ممكن يبطلها او يتوب منها، لا ده النهارده اصبح المخدرات دي الانواع اللي موجوده بتقتل خلايا في المخ، وبالتالي بيصعب العوده تاني الى ان يكون الشخص شخص طبيعي ويرجع يعود للمجتمع. فهنا ده كتير ناس بتتكلم على ان ممكن يكون ده مقصود بالاضرار بشباب العالم العربي ومنهم شباب مصر، وبالتالي يصبح شباب عاجز عن الانتاج وعاجز عن الاداء وتحقيق رساله الدوله. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه الاموال اللي بتتحصل من هذا التجاره المخدرات جزء كبير منها بيتم نقله الى تنظيمات ارهابيه. نعم، ويمول عمليات ارهابيه سواء في مصر او في المنطقه العربيه. في كل احوال الدكتور اللواء الدكتور ايهاب يوسف خبير المخاطر الامنيه، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. وينضم الينا حاليا ايضا سياده اللواء فؤاد علام مساعد وزير الداخليه الاسبق، برحب بحضرتك سياده اللواء، وخليني اسال حضرتك عن هذه او هذا البيان الذي اصدرته هيئه الرقابه الاداريه بخصوص الكشف عن شبكه دوليه للاتجار في البشر. نص البيان يقول انه تمكنت فجر اليوم عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة مجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجري عرضهم على نيابة الأموال العامة. دور وزارة الداخلية وشكل هذا التعاون أو ماهية هذا التعاون بين وزارة الداخلية وبين هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن مثل هذه الجرائم الكبرى التي ربما تعتبر من جرائم العابرة للحدود. ده انا عاوز اقول لك انه يعني ده شيء جديد جدا انه يبقى في تعاون كامل بالشكل ده.
وده شيء مبشر بالخير جدا، وبالإضافة إلى أنه هيكملوا بعض. إنما اللي أنا عاوز أوجه ليه وأصر عليه، الرأي العام، المواطن المصري النهاردة مطلوب منه التعاون جدا مع أجهزة الأمن وأجهزة الرقابة. إحنا في حاجة ماسة، لأنه كل هذه الأجهزة يتعاونوا مع بعضهم مع الشعب. الشعب بالتأكيد هيبقى يعني هو الدرع الواقي وأكبر عون لأجهزة الأمن المختلفة. إيه أهمية المعلومة اللي بيقولها المواطن يا سيادة اللواء؟ يعني أصل أجهزة الرقابة أيا كانت مش ممكن هتكون زي وعي المواطنين. الفرق بيننا وبين بعض الشعوب الأوروبية انهم لديهم الوعي لأي مخالفة قانونية بيقوموا بالإبلاغ عنها. احنا عاوزين الصورة دي بقى. احنا يعني الحمد لله في السنتين الأخيرتين بدأ يبقى في تعاون شعبي جيد في كثير من أجهزة الأمن. مطلوب ان يبقى في حملة مكثفة في الإعلام لتوعية المواطنين لضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية والأمنية. سيادة اللواء، لو توضح للسادة المشاهدين ايه خطورة الجريمة دي، جريمة الاتجار في البشر؟ يعني بتاخد انسان سليم بتعرضه لان هم يقتطعوا منه جزء من امكاناته الجسدية، ممكن تكون نتيجة سيئة جدا بالنسبة للانسان السليم، يبقى لا فدنا ده ولا فدنا ده. الى جانب بقى بالنسبة للمخدرات، الانواع الجديدة اللي موجودة النهاردة شيء خطير للغاية، شيء مدمر لعقل الإنسان والجسم الإنسان. وللأسف الشديد انه واضح ان في وراء أجهزة دولية، لأنه بينزل بأسعار أقل بكثير من أسعار المواد المخدرة اللي موجودة. نعم، سيادة اللواء فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وهذا التحليل حول بيان الرقابة الإدارية.